بطلب من السيد مصطفى الرميد لتناول الكلمة في إطار المادة 66 من القانون الداخلي للمجلس، أعطيه الكلمة في حدود الوقت المحدد في نفس المادة وهو دقيقتين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات النائبات، السادة النواب، لقد قام الكيان الصهيوني وبنى وجوده على حساب الشعب الفلسطيني، حيث أجلى الملايين عن أراضيها ووطنها، واستمرأ سياسة التقتيل اليومي والقمع المنهجي للملايين الصامدة المتشبتة في العيش على أراضيها وفي كنف وطنها. لقد كان العدوان مدعوما في البداية من بريطانيا الاستعمارية، وهو الآن يجد الدعم، كل الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي، من لدن الولايات المتحدة الأمريكية. فكما كانت بريطانيا مصدراً لوعد بلفور الذي أعطى الضوء الأخضر للصهاينة في النصف الأول من القرن العشرين ليغتصبوا الأرض الفلسطينية تحت حمايتها ورعايتها، فإن الإدارة الأمريكية عمدت خلال النصف الثاني من القرن المذكور إلى إسباغ حمايتها ودعمها التام والشامل للكيان الصهيوني، وانتهى بها الأمر أخيراً إلى إصدار ما يمكن تسميته بوعد بلفور الثاني، وذلك بتأكيدها على أن لا حق للملايين من اللاجئين من الشعب الفلسطيني في العودة، وأن لا مجال للتفاوض على حدود سنة 67 التي كان يراهن عليها دعاة الحل السلمي في عالمنا العربي. وخلال الزمن الإنجليزي البائد والزمن الأمريكي الحالي، يواجه الشعب الفلسطيني محنة التقتيل اليومي الذي تمارسه الآلة الصهيونية الأمريكية على أبنائه صغاراً وكباراً، شيباً وشباباً، رجالاً ونساءً، حتى أصبحت أخبار سقوط العديد من الشهداء طقساً يومياً اعتدنا عليه، ولا يحرك للأسف الشديد مشاعرنا ولا يستفز عواطفنا إلا إذا كان الشهيد هو المؤسس أحمد ياسين أو القائد عبد العزيز الرئيسي. سيد الرئيس، أيها السيدات والسادة، لقد قامت القوات الصهيونية باغتيال الشهيد أحمد ياسين، واعترضت الإدارة الأمريكية على مجرد قرار إدانة للإرهاب الصهيوني، وعادت هذه القوات العدوانية إلى اغتيال الدكتور ريسوني بمباركة أمريكية، الدكتور رنتيسي بمباركة أمريكية، وهكذا أصبحت الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني شريكين في عمليات إرهاب وتقتيل الشعب الفلسطيني شعبا وقادة. وإننا في فريق العدالة والتنمية نعبر عن خجلنا من النظام العربي الرسمي الذي أصبح عاجزا حتى عن مجرد عقد القمة العربية التي تم تأجيلها بدون مبرر مقبول، كما نعبر عن استنكارنا لاستمرار عملية التطبيع واستمرار أنواع من الاتصالات مع الكيان الصهيوني. وفي الوقت نفسه نأسف غاية الأسف لمحدودية المساندة للشعب الفلسطيني الذي يقف وحيدا ويعاني من أوضاع معيشية مزرية في ظل الحصار الاقتصادي الصهيوني. لذلك فإننا نطالب بتفعيل كافة أوجه التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندته ماديا ومعنويا، ليظل صامدا في مواجهته لسياسة التقتيل والاضطهاد الصهيوني، بقدر مطالبتنا بوقف كافة أنواع العرائق والاتصالات مع الكيان الصهيوني دولة ومؤسسات وأشخاص. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب المحترم.